خلينا نرجع نفتكر الاكزامبل بتاع البار. كان عندنا بار، والبار دي متثبته وعليها ديستريبيوتد لود اف بطولها كله، خلاص. وكنا كتبنا الديفرنشال ايكويشن بتاعتها، بتقول ان اي اي دي 2 يو باي دي اكس 2 بلس اف اوف اكس ايكوالز 0، خلاص. اف اوف اكس هنا كونستنت، خلاص، ما بتتغيرش مع اكس يعني. ويو المفروض هي كانت المجهول بتاعنا، وزي ما قلنا قبل كده السوليوشن بتاع المساله دي احنا نقدر نجيبه ان كلوزد فورم. المهم ان احنا نقوم قايلين على طول let يو equals a summation ai psi i of x، حيث i بتساوي من واحد لان اي عدد من المعادلات، سوري اي عدد من التيرمز انت تختاره، يبقى لو عوضنا في الديفرنشال ايكويشن هيطلع عندنا سيجما اي 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 في التفاضل الثاني بالنسبة لإكس دي 2 إكس 2 خلاص زائد إف إيكوالز 0. ده سوري نوت إيكوال تو 0، ده إيكوالز الريزيديو بتاعنا، خلاص. ناخد الويينج فانكشنز ونعمل الجنرال فوق. علشان نشتغل تعالى نقول ليتس يوز إي إن ساي of x equals sine pi x على 2 l. دي لو تفتكروا بتحقق الباوندري كونديشنز بتاعتنا، عند x ب 0 تساوي 0، عند x ب l هتلاقي ان التفاضل بتاعها هو اللي بيساوي 0 عشان السترين هنا عند التيب ب 0. سنجل تيرم سيريز. لما نجيب التفاضل الثاني بتاع ساي دي 2 ساي باي دي اكس 2 هيساوي ماينس باي على 2 ال سكويرد ساين باي اكس على 2 ال، خلاص. لما تروح في الديفرنشال ايكويشن هيبقى عندك اي اي وبعدين سمول اي هي واحده بس في ساين باي x على 2 ال، وهيطلع معاك الناقص هنا، اسف كان المفروض اكتب باي على 2 ال سكويرد باي على 2 ال اول سكويرد، خلاص، ماينس اف بيساوي الريزيديو، سوري بلس اف بيساوي الريزيديو، خلاص. علشان نستخدم الجنرال ويتد ريزيديوال هناخد ابسط حاجه، يبقى نقول w j او w1 بقى في الحاله دي equals 1 constant. constant ده ممكن يبقى اي قيمه طبعا، 1 زيها زي غيرها. دي اسهل حاجه ممكن تستعملها. يبقى هنقول عشان نعمل الويتد ريزيديوال ميثود الانتجريشن من 0 ل L اللي هو الدومين كله من x1 ل x2 r of x dx ونساويه بالصفر، يبقى الانتجريشن بتاع الريزيديو احنا عايزين نصفره. طبعا هنا عشان بس برضو ما يلتبسش علينا الامر، احنا هنا ضاربين في واحد مش كده، اللي هو ال w j او w1، يبقى هيطلع عندنا الانتجريشن بتاع الريزيديو هيبقى عبارة عن الانتجريشن انتجريشن من 0 ل L minus pi over 2L all squared EA sine pi
اكس على 2 ال دي اكس مضروب بره في الاي زائد الانتجريشن من 0 ل ال اف دي اكس المفروض ده نساويه بالصفر. طيب الثوابت اهي تطلع دي الصوره بتاعتنا اللي هي كنا بنقول عليها من شويه اللي كتبنا هنا الجنرال فورم بتاعتها اهي صح معادله والكي اي جي عندنا هي 1 1 فهيبقى التفاضل الثاني لساي 1 في دبليو 1 دي اكس انتجريشن من 0 ل ال والناحيه الثانيه التفاضل اللي هي الاكسايتيشن تيرم بتاعها. طيب بسرعه عشان ما اضيعش وقتكم انتجريشن من 0 ل ال اف دي اكس هيساوي اف اكس من 0 ل ال هتساوي اف ال ده ايه الترم ده. الترم الثاني طبعا دي كلها ثوابت هتطلع بره الانتجريشن هيفضل انتجريشن للساين بس يبقى انتجريشن من 0 ل ال ساين باي اكس على 2 ال دي اكس اللي هو يساوي ماينس كوساين باي اكس على 2 ال ومن 0 ل ال وهنضربه في 2 ال على باي صح كده؟ اما تعوض اكس بال هنا هيبقى عندك كوساين باي على 2 وكوساين من باي على 2 ده بصفر تعوض بصفر كوساين صفر بواحد هيبقى عندك ماينس ماينس 1 يبقى 1 يبقى الكلام ده في الاخر 2 ال على باي. طيب ارجع عوض الكلام ده في المعادله بتاعتك خلاص هيبقى عندك a اللي هو الانون مضروب في ماينس باي على 2 ال سكوير في e a في تكامل الساين اللي هو طلعناه 2 ال على باي بلس اف ال ايكوال 0 دي المعادله بتاعتك اللي هتطلع في single variable equation هيطلع منها طبعا ان a equals f l على e a طبعا ده هيطير واحدة من دول هيبقى عندك ايه باي على 2 l او تقدر بقى في الاخر تقول ان ده 2 f l squared على باي E ده ايه الكونستنت يبقى نقدر نقول ان يو اوف اكس تقريبا بتساوي 2 اف ال سكوير على باي اي اي ساين باي اكس على 2 ال ده كده المساله بتاعتنا عند اكس بتساوي ال ساين باي على 2 بيساوي 1 يبقى دي اكبر قيمة لليو نقدر نقول يو اوف ال ايكوالز 2 اف ال سكوير على باي اي اي اللي هي تقريبا 2 على باي بكام تعالوا نحسبها بسرعة هتطلع بتساوي 0.64 اف ال سكوير على اي اي لو ترجع هتلاقي ان الاكزاكت سوليوشن بتاع المساله دي كان هيبقى 0.5 مش 0.64 يعني عندك حوالي 28% ايرور من ترم واحد خلي بالك ده ستيل احنا بنتكلم من ترم واحد. المساله دي طبعا يمكن اللي هيبص هيقول طيب ما الكولوكيشن طلعت نتيجه مور اكيوريت برضه بنفس ترم واحد اوكي ده صحيح الكولوكيشن زي ما قلنا طريقه كويسه واللي احنا بنقول عليه هنا ده كونه طلع الكولوكيشن احسن منه ده لا يعني ان الكولوكيشن احسن منه في كل حاجه
هنا الحقيقه انت لو استخدمت ترمات اكتر الكونفرجنس هيبقى اسرع من الكولوكيشن، وفي مسائل تانية ممكن يبقى احسن بكتير من الكولوكيشن. النيوميريكال بشكل عام ما تقدرش تقول له على قواعد كتير، وحتى لو في قواعد قدرت تحسبها بشكل رياضي بيبقى عندك دايما اكسبشنال كيسز ممكن تطلع فيها طريقه متميزه تطلع اوحش من الطريقه العاديه او العكس، وده دي السمه العامه بتاعت اي نيوميريكال ميثود. يبقى احنا كده اتكلمنا بشكل عام عن الجنرال جنرال ويتد ريزيديوال ميثود اللي بنستخدم فيها اي ويينج فانكشن بدون تحديد. وكان للتذكره احنا كنا قلنا هنا ان الكولوكيشن عباره عن جنرال ويتد ريزيديوال ميثود، برضو لو استخدمت الويينج فانكشنز بتاعتك هي الديراك دلتا فانكشن دلتا اوف اكس ماينس اكس جي، كل ما اكس جي هتتغير هيبقى عندك ايفالويشن ل ار اوف اكس جي خلاص، ويطلع لك مجموعه الايكويشنز. وارجع كمل الكلام ده على الكلام اللي قلناه في الكولوكيشن.